بالامس كانت في لقاءات مهمه جدا مع عدد من المسؤولين، اتكلموا عن اهميه التنظيم والفوز بالبطوله والدوافع اللي ظهرت داخل فريق الكره الطائره رجال، وايضا الشكل الحضاري والشكل المثالي اللي اثنى عليه الاتحاد الافريقي للكره الطائره برئاسه دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي. هنخرج لهذا التقرير في لقاءات مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، والكابتن محمد مصلح ميدو المدير الفني للفريق الفائز بهذه البطوله وصاحب الانجاز وصاحب الفرح بمعنى ادق، وعدد من اللقاءات الاخرى مع عدد من اللاعبين اللي تميزوا في هذه المباراه النهائيه امام نادي سموحه. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، بطولة الطائرة انضمت لبطولة الطائرة للسيدات، بقول ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وكل المسؤولين على هذا الفريق اللي أنا بعتبره نموذج لفرق النادي، ومن خلال شاشتكم أيضا بعتذر لو في بعض الإخفاقات موجودة في كرة اليد أو كرة السلة، بعتذر لكل جماهير النادي الأهلي من خلال موقعي، وبنوعد تصحيح الأوضاع. إسناد هذه البطولة لتاني مرة على التوالي للنادي الأهلي دي ثقة من الاتحاد الأفريقي، والحمد لله يعني أعتقد إن الجميع شاهد إن إحنا كنا عند حسن الظن، وزي ما بقول أي نجاح لتنظيم النادي الأهلي للبطولات الأفريقية هو نجاح لمصر، وهو ده الاول والاخير الهدف بتاعنا وهدف النادي الاهلي. يعني احنا جمعنا ما بين الفوز بالبطوله والتنظيم الجيد، فالف مبروك للجميع. تعليماتي في المحاضره قلت لهم نمره واحد، النادي الاهلي يستحق مننا ان احنا نضحي باي حاجه عشان خاطر نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي، وفعلا هو ده اللي حصل، كانوا عيال رجاله وقدرنا نكسب الماتش الحمد لله. انا حاسس النادي الاهلي في كبوه شويه، والدموعي دي نزلت عشان خاطر ان احنا النادي الاهلي، كنت عايز افرح الجمهور يعني. الحمد لله رب، الحمد لله. طبعا الحمد لله، احنا السنه دي لعبنا الاهلي في النهائي، السنه اللي فاتت كنا بنلعب على قبل النهائي مع الاهلي، الاهلي فريق كبير طبعا، وده مصنف مش مصنف افريقي بس وعربي، واحنا بنحاول نقرب من المسافه شويه. السنه اللي فاتت كنا ثالث، السنه دي ثاني، بنحاول نلعب على البطوله، بنحاول نادي الاداء العالي، بنحاول نوصل اللعيبه بتاعتنا لاعلى مستوى، يبقى منتخب مصر قوي بسموحه وبالاهلي. الحمد لله احنا كسبنا نادي الزمالك 4 مرات في الدوري وثلاث مرات في الدوري ومره في الكاس. السنه دي الباشمهندس فرج مدعم اكتر وحط الخطوط عريضه ان احنا نقدر نعمل حاجه، واحنا وعدنا احنا نوصل النهايات، وفعلا وصلنا نهايات الدوري، برده لسه بنلعب كوصيف ورا الاهلي برده. فباذن الله باذن الله نشرف مصر الفتره الجايه، ونشرف نادي سموحه، ونرفع راس المهندس فرج. انا عارف ان هو كان جاي النهارده نفسه في البطوله، بس طبعا الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره الحمد لله. ايه اديها بوس، الحمد لله البطوله خلصت على خير، لعبنا ماتش كويس قوي الحمد لله، كسبنا 3-0 سموحه، فرقه محترمه جدا. الماتش صعب بس انت لعبنا باحسن مستوى في الاخر والحمد لله. وانت عارف هي الرياضه يعني جماهير، ده ما بتلعب الصاله الفاضيه ملهاش اي طعم. هنروح نلعب الدوري كمان 3-4 أيام في صاله فاضيه مش هيبقى ليها اي طعم. هنكسب الدوري ان شاء الله، مش هنعرف ننبسط، مش هنفرح غير معاهم. فدي فرصه لما بنلعب في النادي بيبقى فيه جمهور ننبسط معاهم نفرح معاهم، فكان لازم طبعا نطلع لهم. فطبعا علينا الف مبروك، وسعيد جدا ان احنا كسبنا اللقب الثالث على التوالي، نتمنى ان احنا نكمل على كده على طول ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا، احنا تعبنا قوي وبقالنا كتير قوي بنتمرن. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بالبطوله دي عشان نفرح الجمهور الجميل ده اللي هو مفرحنا النهارده ومساندنا، وطبعا لازم نفرحهم زي ما انت شايف، ما ينفعش نروحهم زعلانين ابدا. ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ببارك للفرقه وبارك لبودي النهارده ربنا كرمه. انا يعني قلت له ان شاء الله ربنا يكرمك بيها، والحمد لله ربنا كرمه لاول مره، وان شاء الله يحافظ ويكمل ان شاء الله. الموضوع مش موضوع ملعب بس، وكل واحد فينا بيبقى ليه دور،
اللعيبه الكبيره يبقى ليها دور ان هي تنقل للعيبه الصغيره خبراتها ونهدي بعض. والحمد لله اللعيبه كانت رجاله جدا جدا النهارده الحمد لله. بس ده طبعا كله الحمد لله يرجع لفضل الجمهور بحمد ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله احنا قدرنا نسيطر على الماتش والحمد لله ربنا وفقنا. واحسن دار الدين ما كانش مهم، اهم حاجه كان الكاس طبعا عشان الجمهور والنادي الاهلي وعشان احنا تعبنا كتير والله. طبعا والله احنا هم اللي بيدونا الحافز، هم اللي بيخلينا نلعب، واحنا والله العظيم بنعمل كل ده عشان نقدر نفرحهم. والحمد لله الحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر على البطوله والحمد لله التالت على التوالي. كان بيقول لنا والله العظيم انتوا رجاله وشرفتوا اسم النادي الاهلي، واحنا الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا. طبعا لازم نفرح جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي واقف جنبنا من اول بطوله، من اول مشوارنا، من اول الموسم بيدعمنا، واقف جنبنا، واقف مع كل فرق في النادي، ولازم نفرحه. ودي اقل حاجه نعملها له، وان شاء الله عبر الدوري ان شاء الله جاي ان شاء الله.